دكتورة منى أبو الفتوح، هذا هو الجزء الأخير من هذا الحوار الممتد. اسمح لي سيدي أذكرك بتصريح ليك حوالين تخوفك من نزول الجيش أو من الذين يطلبون أنه الجيش يعود مرة أخرى للعب دور على الساحة السياسية. تقدر تشرح لي حيثيات وجهة نظرك في هذا الموضوع؟ هو طبعا احنا كان لنا تجربة كلنا، جيشنا اللي بنعتز به واحنا كمواطنين، مؤلمة في الفترة اللي يمكن فرضت سواء على المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وفرضت أيضا على الشعب المصري لأنه وافق ضمنا أنه يتولى المهمة السياسية. شفنا قد إيه أسيئة للقوات المسلحة لأول مرة في تاريخها. الشعب المصري وجيشه دائما كالعلاقة اللي بينهم، وده اللي تجلى في بورسعيد لسه حاكي أنا العلاقة فيها قدر من الحب والاحترام والتقدير لهذا الجيش، ليس مجاملة له لأن الجيش المصري جيش مهني وطني، لكن يظل دوره الوحيد الذي يعتز به ويفخر به وكلنا نقدره من أجله هو الحفاظ على الوطن نفسه. لأن إيه قيمة وطن من غير ما يكون آمن؟ حضرتك شفنا الأزمة اللي لما الجيش انغمس في مستنقع السياسة والأمن قد إيه كان بيصل التهريب خارجا وداخلا لحد دخول صواريخ لأول مرة في تاريخ مصر. قد ايه ما زال بندفع تمن غياب الامن بتاع الحدود؟ 20% من ازمة السولار سببها تهريب السولار للخارج. اخوة صيادين السمك، اين سلاح الحدود اللي لازم يقوم هذا الواجب؟ بدل ما يروحوا يصيدوا سمك المراكب بياخدوا السولار بجنيه عشان يروحوا يبيعوه في عرض البحر ب2 دولار، فبقى تهريب السولار والاتجار فيه في الوقت اللي بتقف التريلات والازمة الكبيرة اللي شايفينها، الوقت اللي بيصرخ الناس بانعكاس هذا كله على النقل، قطاع زي قطاع النقل والسياحة انعكاس خطير جدا. خليني ارجع بك، هل نحن الان امام احتمالات تفكك الدولة؟ هل نحن امام ظاهرة الدولة الرخوة التي يمكن ان تنتقل بنا الى الدولة الفاشلة، ام هذه مبالغات؟ انا اتصور ان في ازمة لكن مش واصلين لحالة الدولة الرخوة اللي ممكن تكون دولة فاشلة. الجيش بتاعنا مازال بفضل الله مؤسسة قوية ومتماسكة وقادرة على الحفاظ على الوطن. الجيش دوره دائما الحفاظ على الوطن من الخارج، لكن ده لا يمنع دوره اذا طلب منه من القيادة السياسية دون ان يتجاوزها ايا كان مين اللي في القيادة السياسية، انه يتدخل حينما يطلب منه ذلك للحفاظ على الامن، وده طلب منه بورسعيد واداه بفضل الله اداء راقيا ومحترما، وكان انا حكيت الدور اللي بيأدي. طب الكلام اللي لكن ان الجيش البعض يحاول يستدعيه لادخاله في السياسة مرة اخرى ولا الكلام ده، هذا الذي يفعل هذا لا يقدر الجيش المصري، ولا انا وانا عندي ثقه في قيادات في الجيش المصري وقياداته الحاليه انها لا تنجر لهذه الكارثه، هذه كارثه ليس لصالح مصر. طب الكلام بتقال دكتور عبد المنعم انه طيب الشرطه اذا انكسرت والجيش مش هينزل، نحن في بعض الاحزاب لدينا ميليشياتنا التي اصبحت مسلحه، يقال ان في 12 مليون قطعه سلاح اخترقت الحدود المصريه منذ الثوره وهي موجوده ومخزنه، مخزنه بشكل حزبي، مخزنه بشكل شخصي، مخزنه بشكل طائفي، موجوده في بعض الزوايا والمساجد، موجوده في بعض الكنائس. هل نحن امام خطر ان يكون هذا جزء من الارهاب، جزء من الارهاب الغير صحيح والغير سليم؟ حتى الان لا نستطيع ان نقول هناك قوة او حزب او طائفة او طيار مسلح هيقوم باستخدام السلاح او يرتكب هذه الجريمة. هذه جريمة، الذي يفعلها او يسير فيها يجب ان يحاسب بكل وسائل الحساب القانوني. طب سؤالك سواء ده ارهاب يعني بنقول يا الجيش لو ما جيتش خلصتنا من الجماعه دول اللي بيحكمونا احنا بقى نازلين، ولا احنا نازلين بقى هذا كلام اوضح هنولع فيه. طيب السؤال الاخير سيد، انت تحدثت في مبادرتك حوالين حقن الدماء، واخد بالك كيف يمكن ان الناس تكون على مستوى ايقاف الدماء التي الان تسال على أرض مصر حتى نستطيع أن نصل إلى حالة من الاستقرار، وزي ما حضرتك قلت ما يكونش الحوار على جثث الآخرين؟ هو جزء مهم جدا من أن احنا نعيد يعني جهاز الشرطة لازم نديله حقه في ممارسة واجبه في حماية الأمن، وندرك كلنا بعقل أن الجيش ليس بديل للشرطة. الجيش ما يعرفش يؤدي للشرطة بتأديه، ومش ده واجبه ولا ده شغلته. الحمد لله برضك يجب أن نؤكد على محاولة
إهام الآخرين بأن جهاز الشرطة غاب وما بيشتغلش وانتهى وما بيأديش، هذا ظلم لهذا الجهاز. في جزء منه محتاج يتعدل، محتاج يتحاسب، واللي ما بيأديش في الشرطة ما ياخدش مرتبه وما يقعدش يعني دي وفي أي مؤسسة الطبيب اللي ما بيشتغلش في المستشفى ما ياخدش مرتبه ولا يقعد. لكن فده نشوف الطلبات بتاع جهاز الشرطة، نعيد ضبطه وهيكلته، نأكد على ممارساته الملتزمة بالقانون وبكرامة المواطن. كل ده ممكن معالجته في أوقات وجيزة، وإعادة الهيكلة ممكن تاخد بعض الشهور، فده مهم. الأمر الثاني اللي أنا ما زلت في مبادرتنا اللي طرحناها كان هدفها الفاعلين في المشهد السياسي من باب إعطاء أمل لشبابنا يعودوا مع بعض بدار ما ممكن أن نسميه حرب باردة بين الطرفين، يعودوا مع بعض بشكل مباشر يتكلموا في مصلحة الوطن. عشان كده حضرتك قلت المهندس خيرت الشاطر والدكتور الكتاتني يجلسوا مع الدكتور البرادعي والأستاذ عمرو موسى صباح. أنا طرحت إن إحنا نبقى موجودين ونتكلم مع بعض بشكل مباشر. حتى اللي بعض اللي بيقول أنت بتقول خيرت الشاطر بصفته إيه؟ بصفته إنه هو بيقود من خلال ما يسمى بالهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح مجموعة أحزاب إسلامية بينافس بيها. وده حضرتك مش عايز تجيب أشخاص بالعدد كتير لكن ديكور، انت عايز تجيب ناس هو ناس فعالين يحل ويربط، ناس يعني مشاركين في المشهد او يقدر يحسم بالظبط. فضلا على ان انا قلت دي لجنه مش دي بديل عن الحوار، دي لجنه لاداره الازمه لمساعده الرئيس، تتشكل من هؤلاء الخمسه ويبقوا موجودين لمساعده الرئيس في اداره الازمه بما فيها الترتيب للحوار. هو للاسف الوقت خلص. في كلمه واحده، ما زال هناك امل؟ ما زال هناك أمل جدا جدا، وأنا شايف أنه بدلا من أن الوقت يجي فنجد أن التمن الذي دفع ودفعه شعبنا ودفعته مصر كبير قوي ونلوم أنفسنا، نستطيع الآن أن احنا ننجز هذا ونتمم هذه المسألة. دكتور عمنا مفتوح، أنا شاكر لوقت حضرتك ولعلمك ولصبرك على أسئلتك، إن شاء الله نشوفك تاني معنا بإذن الله في نهاية هذه الحلقة. بنشكر دكتور عمنا، بنقول لحضراتكم غدا حلقة مهمة جدا عن ظاهرة موجودة في لبنان اللي هي التنجيم السياسي، أي أن تستطيع أن تستحضر الفلك وتقول ماذا يمكن أن يحدث من أحداث سياسية مهمة، وجزء منها حتى حوالين ماذا يمكن أن يحدث في مصر. طبعا العالم ببواطن الأمور هو الله سبحانه وتعالى، لكن هذا هو علم الفلك. شاهدوا الحلقة غدا، تصبح على خير، والله يحفظ الله مصر من كل سوء.